في نفس النقطة وواحد من تصريحات صلاح عقدة زميلنا مع كابتن أحمد سامي أو تصريحات اللي قالها له كابتن أحمد سامي إن هو مش مستعجل على الدفع بحسام حسن عشان حسام لسه راجع من إصابة، هل بتشوف إن دي محتاجة معاملة خاصة من المدير الفني عشان يقدر يحتوي لعيب ونجم كبير المفروض إن هو كابتن من كباتن الفرقة؟ وهل بتشوف ده شق تاني من السؤال إنه ممكن في وقت من الأوقات لو الاتنين متألقين فادي وحسام كابتن احمد سامي يغير خطته عشان يلعب بيهم هما الاثنين؟ ما اعتقدش ان الكابتن احمد سامي ممكن يغير خطته، لان هو طريقه الكابتن احمد سامي وشخصيته ما بيغيرش طريقه اللعب. هو ممكن يغير طريقه اللعب اثناء المباراه حسب نتيجه المباراه. أيوة. ان لو بيدفع بمثلا حسام حسن، لو بيبدا بفادي بيدفع بحسام عشان خاطر هو متاخر فعايز يهاجم. لكن في البداية كابتن أحمد سامي طول عمره بيلعب بـ 4-2-3-1، وأعتقد دي برضو هتبقى فيها حتة خطر شوية إنه ممكن ده يأثر على أداء حسام، لأنه راجع من إصابة. التاني متألق، التاني جاي جديد أحرز هدف ماشي بشكل كويس، هيبقى فيه منافسة كبيرة جدا، فاللي هيتألق واللي هيركب في الأول هيبقى هو اللي ماشي. وطبعا فريق سموحة في المقدمة عنده 4 نقط من 6 نقط، ما انهزمش لغاية دلوقتي. طبعا احنا لسه في بداية الدوري، لسه المشوار طويل، أكيد حسام حسن فرصته هتيجي وأكيد هيلعب وهياخد وقت، لأنه هو نجم كبير وهو من نجم يعني نجم الفريق. وطبعا اشتغل مع الكابتن احمد سامي كتير، فاعتقد ان الكابتن احمد سامي هيعرف يتعامل مع حسام، واحنا نتمنى ان الاثنين يبقوا متالقين ويبقى في منافسه شريفه بين الاثنين، لان ده حته الهجوم دي بتعتمد على الاهداف. ابراهيم المهاجم بالذات، المهاجم اللي هو البوكس بلاير ولا التارجت بلاير، ده اللي بيبقى جوه اللي هو رقم 9، ده بيبقى اللعيب اللي بيبقى ترجمه مجهود الفرقه كلها. هو مجهود الفرقه كلها وهو المحصله بتاعته الاهداف. هو شغال وموفق، هو بيسجل وبيجيب اهداف، صعب ان انت تخرجه بالظبط. واحنا شايفين الكابتن احمد سامي، احنا عندنا مشكله في الحته دي.